واحد بيقول في التسبيحة نقول هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، فالمسبح والمسيد علو. وهم على فكرة بيستخدموا العبارة دي، تجدوها في كتاب بتاع هم الأولاد بيشهدوا ليه، يعني اسمهم أصول آبائية وبتاع الأخ، حكاية أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. أخذ الذي لنا يعني أخذ طبيعتنا البشرية، وأعطانا الذي له، أعطانا البنوة للآب بالتبني. لكن لما نقول أخذ الذي لنا مش معناها أخذ كل الذي لنا، ولما نقول أعطانا الذي له ليس معناها أنه أعطانا كل الذي له. هو أخذ الذي لنا أخذ الطبيعة البشرية، لكن لم يأخذ الخطية التي في الطبيعة البشرية. فأولد قدوسا بلا خطية، وأعطانا الذي له، أعطانا برا لكن محدودا، أعطانا بنوة لكن بالتبني، أعطانا حياة جديدة لكن غير معصومة. ما تاخدش الكلام مطلق كده. أخذ الذي لنا يعني أخذ كل ضعفات البشرية، كل نقائص البشرية، لا. وأعطانا الذي له، أعطانا كل المجد الذي له. مستحيل بيقول المجد لا أعطيه لآخر. نصيحتي لكم كطلاب لاهوت أن كل لفظ تأخذونه ينبغي أن تتعمقوا فيه، ولا تأخذوا الكلام بطريقة مطلقة. بطريقة إيه؟ مطلقة. في أشياء تتفهم بتحوطات معينة. بتحوطات إيه معينة؟ هضرب لكم مثل في الأشياء اللي ممكن تؤخذ بتحوطات معينة. السيد المسيح لما اتكلم على يوحنا المعمدان قال لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. طب النساء قبل كده ولدوا السيدة العذراء. هل يوحنا المعمدان أعظم من السيدة العذراء؟ مش ممكن. دي أعظم من رؤساء الملائكة. نحن بنذكرها في ألحان الكنيسة، أزيد من رؤساء الملائكة. لكن معناها لم تلد النساء من الرجال أو من الأنبياء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. تاخد المسألة بفهم مش بطريقة مطلقة. لأن لو أخذتها بطريقة مطلقة بدون فهم يبقى يوحنا المعمدان أعظم من العذراء. العذراء اتولدت قبل منه ومن النساء أيضا. خدوا الأمور كده بفهم برواق. لأن الحرف يقتل. الحرف يقتل والروح يحيي. لما تفهم اللاهوتيات لا تفهمها بالحرف.